سؤال اليوم يقول: مثل إماراتي يقصدون به البعد عن العادات السيئة عند تناول الطعام. 1. اللي ما يعرف الصقر يشويه. 2. المترة والمعترة. 3. ما حد يقول دبسي حامض. لا تنسون تطرشون رقم الإجابة الصحيح على الأرقام الظاهرة في الشاشة وفالكم الفوز. هذا الدبس يحطونه في السلطة عشان البشرة كل شيء. هالبشرة يعني اللي عندك عيسي متلخخين يعني يحطون على البشرة هاي بتحسسي يعني بعدين ما تفوتي وتخلطي. لا شرف فطور.